السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. كما كتلاحظوا راني في اكسيون، جيت نشوف الجديد اللي جابوا اليوم. بقاو معايا. واول حاجه غادي نمدحها لكم هما دخلوا هادو كحامل تاع الشموع اللي فيهم جوج في البكيه. اما ديروا فيها هاد الشمعات اللي كيكونوا هكا طوالي، اولا دوك الشمعات اللي كيكونوا قصارين، يعني كينفع لكل شيء. كاين فيهم فقط اللون الاسود، الثمن ديالهم اورو 99 سنت. ودخلوا حتى هاد الديكورات اللي هما نتاع الحديده، كاين هذا الصغير وكاين الكبير. الصغير الثمن ديالو 2.99 سنت، والكبير 3.49 سنت. وكاينين هادو حتى هما فيهم جوج احجام. هذا غادي نشوف، الصغير ب 6.95 سنت، الكبير 10.95 سنت. واذا خديتو جوج يعني الكبير والصغير غادي تقام عليكم ب 24.38 سنت. وجابوا هذه كل مره كيدخلوها، ماشي شي حاجه جديده، اللي كتحطوا فيها اربعه نتاع الشموع لداخل، وكيعطي واحد المنظر زوين هكا في الظلام. لي الثمن ديالها 5.95 سنت. وكاينين هاد الكؤوس كيجيو بحال هكا، تقدروا تحطوا فيه شميعات اولا غير هكا وصافي. كاين فيه هاد اللون، وهذا الثمن ديالو 1.99 سنت. وكاينين حتى هاد الكؤوس بانوا لي جدادين، كاين اما هاد اللون اولا هذا لي الثمن ديالو 2.79 سنت. ودخلوا هاد المرايات جدادين، شوفوا الشكل ديالهم، كاين فيهم فقط هاد الشكل وهاد اللون الاسود، لي الثمن ديالهم 7.79 سنت. ودخلوا هاد الديكورات لي هما كيلصقوا هكا في الحيط على شكل اوريده باللون الاسود، وكاين اللون الذهبي لي هما نتاع الحديده باش كيجيو في الشكل ديالهم. هادو الثمن ديالهم 7.95 سنت. وكاينين هاد اللمبات اللي عندهم ربعه نتاع الرجيلات تاع الحديده، منها كامل تاع الحديده. كاين اما اللون الاسود اولا اللون الابيض، الثمن ديالهم 9.49 سنت. ودخلوا حتى هاد البلاطويات نتاع الخشب اللي فيهم جوج ايطاجات، الثمن ديالهم 8.95 سنت. هكا اما الديكور اولا التقديم تاع الاكل، اللي من الفوق كيستحمل كيلو ولتحت كيلو ونص. ودخلوا حتى هاد البلاطويات اللي هما نتاع الخشب بحال هكا، الثمن ديالهم 5.79 سنت. ودخلوا هاد الوسادات، هادو كيجيو مستطيلين ماشي مربعين، كاين هاد اللون الكري واللون الابيض، فيهم 38 على 58 سنتيم، الثمن ديالهم 7.95 سنت. ودخلوا حتى هاد الزرابل كيجيو دائريين، الشكل ديالهم تقليديين اللي فيهم 78 سنتيم في الدوره، الثمن ديالهم 9.95 سنت. ولاحظت جابوا اليوم هاد الزرابي اللي هما صغيرين ماشي كبارين، ما كاينش هنا شي صوره تكون واضحه، اللي فيهم 50 على 80 سنتيم. كاين في هاد اللون واللون الكري، الثمن ديالهم 3.99 سنت. ودخلوا حتى هاد الزرابي، قلت لكم كثروا بزاف اليوم من الزرابي، كاين اما هاد اللون اولا هذا اللي داخل فيه الاسود، اللي فيهم 58 على 120 سنتيم، الثمن ديالهم 8.95 سنت. كيجيو بحال هكا في الصوره. واما في الجهه في كاين الشموع، لاحظت هاد الكؤوس اللي فيهم شميعات وكيطلقوا الريحه، عندهم الغطاء ديالهم، كاين هاد اللون وكاين هذا، الثمن ديالهم 5.79 سنت. وكاينين حتى هادو، حتى هادو فيهم الشموع كيطلقوا الريحه، كاين اما هذا اللون البني او اللون الابيض على حسب الريحه، بحال الابيض كاين هنايا العنبر والغاني، الثمن ديالهم 99 سنت. ودخلوا هاد الشموع اللي فيهم الارقام من واحد حتى لربعة، ولكن الثمن ديالو ما حطوش هنايا. كاينين هادو، هادو باللون الكرونه فيهم ربعة، هادو الثمن ديالهم 3.99 سنت. اما في جهه فين كاين الفاز، راح تجابوا هادو اللي هما نتاع البديع والورود نتاع بلاستيك، كاين اما هاد اللون اولا هذا، الثمن ديالهم اورو و89 سنت. واما في الجهه نتاع الاواني راح تجابوا هاد الطاسات، شوفوا هادو تقليديين الشكل ديالهم من الداخل وعلى برا، كاين اما هاد اللون اولا هذا، وكاين هذا للثمن ديالهم 2.59 سنت. وكاين فيهم الزلايف، شوفوا هادو زوينين هكا شهر رمضان، في شهر رمضان ما كيكونوش هاد الشيء. كاين اما هذا اولا هاد اللون، كاين هذا للثمن ديالو ما كاينش، كاينين هادو صغارين
وفيهم هاد الالوان، الثمن ديالهم اورو و29 سنت. وكاينين حتى الزليخ الكبار بنفس الطريقه الاشكال كتحمق، الثمن ديالهم 3 اورو 29 سنت. وكاينين الزليخ الكبار هادو نتاع السلطه، هادو ب 5 اورو 95 سنت. ودخلوا هادو اللي كنحطوا فيهم هكا العطريه اللي هما نتاع الدجاج، كاملين نتاع الدجاج، كاين اما اللون الاسود او الابيض، الثمن ديالهم 72 سنت. ودخلوا حتى الطباصل كيجيو الشكل ديالهم بيضاويين باللور الابيض، الثمن ديالهم 3 اورو و 49 سنت. وكاينين هادو الصغيورين، شوفوا راه بقى غير واحد الشكل ديالو شويه زوين، الثمن ديالو اورو 29 سنت. ودخلوا اليوم هادو البنات اللي عجباتني، هادي نتاع الكغيل اللي هي كهربائيه، كيكون فيها هاد 8 نتاع اليدين. واللي عجبني فيها كاين فيها هادي، هادي تقدروا تحطوا فيها كالبيض، صراحه زوينه الشكل ديالها، اللي داروا ليها 24 اورو 95 سنت. وكاينه حتى هادي نتاع الكغيل، هادي صغيوره حتى نتاع الناس، كيفاش كتجي، الثمن ديالها 17 اورو و 95 سنت. ودخلوا هاد بلاطويات نتاع الحجر، كيجيو هكا مربعين، هذا زوينين هكا في التقديم نتاع الاكل، اللي فيهم 30 سنتيم. راه كاين حتى الدائري حيت مكتوب هنايا، راه كاين هذا فيه 30 على 30 سنتيم، مكتوب هنايا كاين الدائري ها هو ب 2 اورو و 38 سنت. وكاينين هاد الصنادق اللي هما نتاع الخشب، راه ما في الجهه نتاع الاواني، تحطوا فيه اي حاجه بغيتوها، وعندها جوج نتاع اليدين، كيكون شويه غارق، الثمن ديالو 4 اورو 95 سنت. وكاين هاد الست نتاع السكاكين اللي فيهم 6 نتاع السكاكين، وكيجي فيه هذا نتاع الخشب اللي الثمن ديالو 13 اورو و 95 سنت. وكاين هادو هاد الست اللي نتاع فيهم المواس، فيهم 4 من الكبير حتى الصغير باللون الذهبي، الثمن ديالو 8 اورو 99 سنت. ودخلوا هاد الكاشات نتاع الاطفال اللي فيهم رسوم تاع ديزني، وفيهم 120 على 140 سنتيم. كاين هذا، كاين هاد الرسوم تاع البنيتات، كاين هاد نتاع البنيتات اللي الثمن ديالهم 4 اورو 49 سنت. واما في الجهه في كاين الاكسسوارات، لاحظت جابوا هادو اليوم جدادين اللي فيها الحلقات والسلسله اللون الفضي، كتخدموه كهديه. واش كاين شي اشكال؟ كاين حتى هاد الشكل، كاين هذا زوين، شوفوا سامبل العشاق من الحاجه اللي كتكون سامبل، الثمن ديالهم 2 اورو 99 سنت. وكاينين حتى هاد الحلقات، كاين اما هاد الشكل اولا هذا، اللي الثمن ديالهم 2 اورو 69 سنت. ودخلوا هاد المشاطي اللي كدير المساج للشعر، كاين اما هاد اللون وكاينه هادي، الثمن ديالها 95 سنت. وكاين هاد الست اللي فيه اللوازم تاع الشعر تاع الرجال، فيها 5 بياسه، الثمن ديالها 5 اورو 95 سنت. ودخلوا هادو على شكل هكا كره، فيها اللوازم تاع العنايه بالجسم، هكا تقدموا هكا هديه، الثمن ديالها 2 اورو 84 سنت. واما فين كاين لوازم تاع الاطفال الرضع، لاحظت واحد الحاجه هنايا، هو هاد سبراي اللي هو خاص نتاع الشعر، كاين هذا، كاين هذا نتاع ديزني، هادشي كامل نتاع ديزني، الثمن ديالو اورو 79 سنت. واما فين كاين الجهه نتاع الالعاب، لاحظت هادو هاد المكلمات نتاع البنيتات، فهي عامرة بالأدوات على ما أظن، نشوف واش فيها شي أدوات. كاين هنايا في الصورة راه فيها الأدوات، فيها ألوان، مقاس، ألوان مائية، وكاين فيهم هكا لهاد الأشكال، بنيتات كيحمقو على هاد الشي، الثمن ديالهم 5 أورو 95 سنت. وكاينة هاد العلبة على شكل دبدوب اللي كدير هكا الإضاءة، وفي الظلام كدير هكا الأشكال، الثمن ديالها 12 اورو 95 سنت. واما فين كاين جهه نتاع بلاستيك، تحت هاد العلب هكا اللي للخدامين او للمدرسه، كاين فيها هاد اللون،
وهذا وكاين اللون الكري كاين الازرق، الثمن ديالو اورو 99 سنت. واما في الجهه تاع المنتوجات الغذائيه لاحظت جابوا اليوم هادو اللي فيهم هكا الديسير، هادو راهما شكلاط كتاكلو منه وفي الاخير تاكلو هاد الشكلاط اللي فيهم 6 تاع هاد المعالق نتاع الشكلاط، الثمن ديالهم 88 سنت. وكما كتلاحظوا هادو هما الاشياء اللي جابوا اليوم اكسيو. غادي نخليكم في امان الله ان شاء الله في شي فيديو مقبل بحول الله.